يخلونك ما يخلونك. منو هذا؟ وينه؟ ألو. هلا. نواف أبيك أشوف لي أول شيء في مسرحيات الحين. ها؟ إيش فيك؟ أبيك تشوف لي مسرحية بيطلع من جو الحزن والتبن والنكد اللي أنا فيه، مو أنت اللي قلت لي كذي. إي صحيح. هذا المفروض. دقايق الحين أشوف. شوف نواف أبيك تشوف لي مسرحية كوميدية تونس الضحك، شوف طارق العلي إذا عنده مسرحية احجز لي. صراحة أبي أشعر بالوناسة، أبي أستانس. أسعدهم إن شاء الله. أسعدهم هالوناسة. حاضر. الحين أشوف شنو اللي شغال وأبلغك فيه. نواف. نعم. أبي تذكرتين لشخصين أنا وأنت. حاضر حاضر. من هالعين قبل العين. أحس إني من زمان ما ضحكت الضحك هذا. المسرحية عجيبة. لا بدعوا بهالمسرحية. فعلا بدعوا. أنا ترى والي الضحك اللي ضحكته يكفي سنة قدام. أسعدهم إن شاء الله يا رب. أنا أحس إن الضحك لا يقلك. أحسك لو ضحكتي تصيرين أحلى 100 مرة. أقول أنت شلون طلعت وخليت بنتك بروحها بالبيت؟ عادي كبيرة مي صغيرة. المفروض إن تبدأ تعتمد على نفسها. لاني اسمع فيها وما اشوفها. اي والله. وحتى هي ترى وايد تسمع فيك وما تشوفك. ودها بشوفتك. اوكي اذا كذا عيل ليش ما تجوني الاسبوع الجاي البيت ونقعد مع بعض ونتعرف على بعض ونستانس مع بعض؟ والله صراحه نكون شاكرين لك يعني. وايد بنستانس بهالجايه هذه. وانا بعد راح استانس معاكم.